عليكم طلاب الخامس إعدادي. اليوم عندنا موضوع الفاست فود، إنشاء الفاست فود اللي هو الأكل الجاهز أو الوجبة السريعة أو الوجبات السريعة. طبعا الإنشاء هذا بعد ما اختصرنا من عندش كم كلمة على مود شوي قل معبود ليبين كبير. الفاست فود، الوجبة السريعة أو الطعام السريع أو الأكل الجاهز is one of the easiest and cheapest ways of eating. يقول لك الطعام السريع هو أحد الطرق السريعة والطرق الأرخص والأسرع للأكل. Fast food is one of the easiest and cheapest ways of eating. هو أحد الطرق الأرخص والأسهل للأكل. نقطة. It saves time and money. هو يدخر الوقت والمال. It saves time and money. هو يدخر الوقت والمال. يعني وقت مو مثل البيت من تطبخ ياخذ وقت. والفلوس هم يعني سعره قليل يصير. نقطة. It has many negative aspects. It has many negative aspects. هو لديه جوانب سلبية عديدة. هو بيه جوانب سلبية، يعني شوية شغلات مو زينة هذا الأكل السريع. It contains هو يحتوي fat، الدهون، oil، زيوت، and salt، والأملاح، which make people overweight، التي تجعل الناس يزدادون في الوزن، which make people overweight، التي وبالتالي يجعل الناس يزدادون بالوزن. نقطة. It doesn't provide، هو لا يتيح أو لا يعطي family، العائلة، an opportunity to eat together، أن يأكلوا معا، مو مثل الأكل مال البيت تقعد سفرة واحدة وتأكل. الأكل السريع يمكن كل واحد واحدة. عفوا. نقطة. It has a bad effect، هو لديه تأثير جانبي أو تأثير سلبي on the environment، على البيئة. It has a bad effect، هو لديه تأثير جانبي أو تأثير سلبي on the environment، على البيئة. ليش؟ Because بسبب of pollution، التلوث، and the waste of food، ونفايات الطعام. نقول It has a bad effect on the environment، على البيئة. هو لديه تأثير سلبي على البيئة because بسبب of pollution، بسبب التلوث، and the waste of food، ونفايات الطعام. هذا كل ما موجود عن إنشاء الفاست فود. حاولنا نختصر من عنده بعض الكلمات على مود يقل، بس ما نقدر نختصر بعد أكثر من هالكلمات لأن معلومات مهمة ما يصير تنحذف. فأخذنا بس بعض الكلمات حذفناها. شكراً.